السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في فيديو جديد. هذا الفيديو سوف نشرح كيف تضيف رابط الموقع الخاص بك، رابط المدونة المتجر، إلى موقع ترافيك دوب، الموقع الذي سوف يساعدك على كسب زيارات، تحسين ترتيبك في أليكسا إلى ما غير ذلك. الموقع هذا هو موقع تبادل زيارات، أي بمعنى أن تفتح البرنامج على هذا الشكل، تترك البرنامج شغال على حاسوبك 24 ساعة على 24 كما شاهد معي الآن، وتكسب نقاط، وهذه النقاط سوف أن تضيفها إلى حسابك، وبالتالي أنت أيضا سوف تكسب على تكسب زيارات. يعني أنا أعطيك زيارات وأنت تعطيني زيارات، يعني على هذا الشكل. هذا هو المبدأ الخاص بالموقع. وكلما تركت البرنامج شغال كلما كسبت نقاط وكلما يعني كسبت زيارات. أنا أشغل البرنامج على الحاسوب الافتراضي. يمكنك أيضا إضافة تشغيل البرنامج على RDP وVPS. كيف تقوم بذلك؟ سوف تجد رابط في الوصف، يعني سوف أشرح من خلاله كيف تحصل على RDP مجانا لمدة شهرين وتشغل عليه البرنامج. في هذا الفيديو سوف نشرح فقط كيف تضيف الموقع الخاص بك، كيف تضبط الإعدادات. وإذا لم تشاهد الفيديو الشرح الكامل والعام للبرنامج فيمكنك مشاهدة الفيديو بالوصف. كيف نضيف الموقع على هذا الشكل؟ الواجهة تكون على هذا النحو، يعني تكون فارغة، يعني نضيفها عند هذا الشكل. نتجه إلى ويب سايت هنا. أوكي، أنا سوف أذهب مثلا، نفترض هو المقال أو هذا هو الموضوع الذي نود نشتغل عليه، نود أن نشتغل على هذا الموضوع مثلا، نجيب له زيارات، فننسخ الرابط على هذا النحو ونعود إلى موقع Add New Website، نضع الرابط بشكل كامل هنا. نحن فقط سوف نركز على زيارات. أوكي، مشاهدات سوف نشرحها في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وسوف تجدون رابط لها في الوصف. هنا يعني مدة البقاء، يعني 30 ثانية 60 ثانية إلى ما غير ذلك. نحن مثلا نفترض أن نريد فقط دقيقتين، 60 ثانية. كم زيارة يعني في الساعة؟ يعني تقريبا يعني 2000 زيارة في الساعة، 10,000 إلى ما غير ذلك. نحن سوف نترك افتراضي، لا يهم. Unlimited يعني كم زيارة بشكل عام تريد أن تعطي لهذا الموقع. ما نفترض مثلا عندك تريد فقط تعطي 5000 زيارة فقط لهذا الموقع، لهذا البرنامج، فنضع مثلا 5000، يعني سوف يشتغل باليوم، سوف يشتغل ساعتين وسوف يتوقف، أو 3 ساعات وسوف يتوقف. إذا ما عندك أي سقف، ليس لديك أي مشكل، ننقر Unlimited. User Agent يعني سيظهر على أنه سوف عندك زائر من فيسبوك، عندك زائر من جوجل، عندك زائر مثلا من أندرويد. عفوا، يعني User Agent، معنى User Agent يعني عندك هذا الزيارات سوف تكون من أندرويد، جهاز اندرويد مثلا 7، جهاز تابلت مثلا سامسونج، اندرويد 10 الى ما غير ذلك، ايفون، اي او اس الى ما غير ذلك. اليوزر ايجنت يعني نوع الزائر، يعني هل المصدر الزياره هذا من هاتف، حاسوب، هذا الحاسوب هل هو من موزيلا ام اوبرا ام كروم. ننقل على Random User Agents ونخليه يعطيه بشكل افتراضي. ترافيك سورس هذه مميزه ومهمه جدا، لانه نعطيها نريد مصدر الزيارة، دائما حدد مصدر الزيارة. ومثلا نختار هذا الشكل، نعطيه زيارات مثلا من فيسبوك، نقول له سيدي جيب لنا الزيارات، اعطينا الزيارات تبدو على انها من فيسبوك. وهنا نختار يعني الزيارات فقط من بلدان معينة، وسوف يطلب منك أن تحدد هذه البلدان، مثلا أي من أي البلدان تريد أن تكون الزيارات. نحن سوف نختار All Countries ونقول على Add. Check your internet connection. تمت إضافة الموقع. الآن كل ما عليك هو أنك تترك البرنامج شغال على هذا النحو وتكسب نقاط، وهذه النقاط سوف تحولها إلى زيارات، وإن شاء الله سوف تظهر جميع الإحصائيات على هذا الشكل. ستظهر لك الإحصائيات هنا. دعونا أعطيكم الحساب الرسمي الخاص بي أنا. هذا هو الحساب الخاص بي أنا، كما تشاهد معي يعني كنت لقيت بالأمازون في الأسبوع الماضي، تلقيت ب 300 زيارة على الأمازون، وهذه النقاط أني أقوم حاليا بتجميعها. هذا كان الشرح، هذا كان الشرح خفيف وبسيط. إذا كان عندكم سؤال اكتبوه في التعليقات، وإن شاء الله نلتقي في الحلقة المقبلة. كيف نضيف القناة الخاصة بنا، كيف نضيف الفيديوهات الخاصة بنا لكي نكسب زيارات أو مشاهدات إن صح التعبير. مع السلامة.